تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم اليوم الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. الأهلي ينتصر على النصر في المنعطف الهام لجميل ويقلص الفارق إلى نقطتين من المتصدر. قمة دوري جميل تنتهي بعد طول انتظار وتعيد التنافس النصراوي الأهلوي لواجهة الكرة السعودية، وكورة يرصد أحداث موقعة الدرة. شمران الهلال يقود فريقه لتخطي أصدقاء الأمس ويضيق الخناق على الاتحاد في سلم الترتيب. في لقاء مثير، الشعلة يكسب التعاون بهدف الرمق الأخير، ونجران ينجح بتجاوز الفيصلي والهروب من القاع. هذه عناوين الحلقة. اسمحوا لنا في البداية نرحب بضيفينا معنا في الاستوديو، كابتن فنازي مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء عليكم، مساء الخير المشاهدين، على الحبيب حاتم خيبي. اهلا وسهلا فيك. ومعنا من جدة الكابتن حاتم خيبي، مساء الخير يا كابتن. يا هلا حبيبي ابو جود، تحياتي لك والكابتن العزيز نايف وكل الاخوه المشاهدين والمستمعين. اهلا وسهلا فيك. وقمت اليوم عده مباريات، راح نستعرض الاهداف اولا، خلينا نشوف. جهاد حسين رقم 10 وفي الامام اسماعيل مغربي، كل من عمل الشعلاويه راسيه بالجنب. جول شعلاوي، ولازم تشعلل معاك يا الشعله، لازم تشعلل معاك يا الشعله، انت في المركز الاخير، انت في المركز الاخير. لسانة يلعب الكره عرضيه الان، الشعلاوي بتجي المرمى وجول جول جول. ثاني شعلاوي، هدف احمد سعد يسجل، يفوز في الديربي ويحقق انتصارات وعلى فرق كبيره، مركز جيد. الان الخساره الثالثه، لا 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 لا، هذا التعاون، هذا التعاون قدامك، هذا التعاون اللي نعرفه، هذا التعاون المعروف، هذه هي اللمسات والكرات لفريق التعاون. اسماعيل مغربي يقلص النتيجه، لا يقلص الهداف اسماعيل مغربي، هدف السادس في الدوري. الان جهاد يلعب كره بالجنب، جول جول. مثل ما قلت لكم التعاون يتجه للتعديل، يتجه للتعديل بهذه الطريقه. اوقفتم من انه سكري. ركله الجزاء الثانيه للشعله، بخاري سادات، جول 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 شعلاوي، جول شعلاوي سادات بخاري، وسجود من الرئيس ومن كل اللاعبين في لحظات. جهاد والواكد، جهاد، جول 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 تعاوني، وتصبح 6 أهداف في هذه المباراة، 6 أهداف في هذه المباراة. 3 مهاجمين، كرة ملعوبة الآن، تمر دقيقة، كرة ملعوبة الآن، هذه فرصة جول. شعلاوي في دقائق أخيرة، هدف شعلاوي في دقائق أخيرة، الشعلة سجل. ياهي مباراة، الشعلة سجل. عاد بعد هذه ما تحافظ، غريبة. راح هناك عبد العزيز، حاول يبرم من الأسطى، مر عبد العزيز عرضها خطيرة للهلال، راية جول جول جول. لا والله، راية الهلال اللي ارتفعت، الشمراني اللي ارتفعت، زلزال الهلال، زلزال في الشباب، زلزال ناس. أول في هذا اللقاء، هدف أول في هذا اللقاء، وهذا الهدف قريب، الهدف قريب، الله، جول لمصلحة نجران، جول من النيران الصديقة، لكنه على يسار حارس المرمى أدريان إلى الفريد استلم، الفريد بيلعب للكرة، يا رب الكرة سهلة والأهداف سهلاوي، والأهداف
أخذ مكان، أخذ مكان. يا سلام يا فابيان، يا سلام يا رب، يا الله. مستحيل يا نصر، مستحيل يا عالمين. الدوري خط أصفر، خط أصفر. هكذا من ركلة الجزاء عمر السومة بيلعب للكرة. يا رب هذا أبو خطاب، إذا ما تفتح يكسر الباب، يكسر الباب من علامة الجزاء. على يسار حارس المرمى عبد الشافي بيلعب لكرة عرضية رأسية. يا في موسم لا خسارة، في موسم لا خسارة. أي عمر، أي عمر جاكم، عمر جاكم بخطاب. إذا ما تفتح يكسر الباب. الكرة بتصل من جديد، المحاولة والرأسية في المرمى. العمر راح. بعد خروج فابيان والفريدي ما شاهدنا، لكن الآن نشاهد، لكن الآن نشاهد. الكل يمكن ما تشاهده. كمية هدف كثيرة اليوم. طبعا مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والنصر أوفت بكل الوعود بصراحة، يعني أشبعت، خلينا نقول نهم محبي كرة القدم. قدم الأهلي الحقيقة واحد من أجمل المباريات من الناحية، خلينا نقول قتالية أكثر من الناحية الفنية والناحية المعنوية. أظهر الأهلي رغبة كبيرة، راح نتكلم عن المباراة اليوم بكل تفاصيلها. لكن قبل ما نتكلم عن النواحي الفنية كابتن، خليني أسألك، إيش انعكاسات فوز اليوم الأهلي على النصر من الناحية المعنوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بوجود يمكن الآن دخول يمكن أو اقتراب الأهلي، اقتراب الاتحاد، اقتراب الهلال، فإحنا مع جولات، ست جولات تعتبر يعني دوري، كأن الدوري يبدأ من جديد. هذه قيمة الدوري السعودي، هذه إثارة الدوري السعودي. أنت يمكن قلت أوفت بكل الوعود، فعلا أوفت بكل الوعود. مباراة لا يمكن أحد يتوقع السيناريو، سبعة أهداف، ولا السرعة، ولا الأهداف، ولا جمالية الأهداف، ولا القتالية، ولا الروح اللي كانت موجودة، ولا حتى يمكن التعامل. يعني فيها دروس كثيرة، سواء من الدروس أو من دي سيلفا. مباراة بصراحة يعني تليق بسمعة الكرة السعودية، هذا أولا، وتليق بالفريقين ثانيا. وفعلا يعني هم الأفضل، إذا ما تكلمنا عن النصر كمتصدر والأهلي، فهم يستحقون كل هالمتابعة، فعلا يستحقون يعني الزخم الإعلامي اللي كان قبل المباراة، بل ما حتى من قبل. يمكن كان الكل يتحدث عن الجولة 20، فهي فعلا أوفت ب يعني أشبعت رغبة يمكن أو متابعة الشارع السعودي على مختلف، سواء النصراوي أو الأهلاوي. اليوم بصراحة مباراة يعني، أو اليوم عموما، اليوم يوم رياضي بصراحة، نفتخر فيه كسعوديين أن نشاهد مثل المباراة. حاتم، ما حد كان يتوقع كلاسيكو بين المتصدر والوصيف في سبع أهداف في يعني في جولة، يعني تعتبر من الجولات المتأخرة في الموسم. دوري ألماني. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني إذا كان في ناس يصفقوا في البرامج، فأعتقد أنه أهم تصفيقة تكون للفريقين اليوم، حقيقة يعني متعونا أيما متعة. أنا ذكرتها قبل يومين أو ثلاثة، هل ينقذ الأهلي والنصر الكرة السعودية، شكل الكرة السعودية، متعة الكرة السعودية؟ بكل أمانة اليوم في إنقاذ كبير لشكل كرة القدم السعودية. هل من يشاهد، مش مباراة اليوم فقط، اليوم مش المباراة هذه، اليوم كله، من يشاهد هذا اليوم، مباراة اليوم، مستحيل يقول تصنيف هذه البلد 199 أعتقد. من هنا أتمنى، طبعا بعد شوية نتكلم فنيا، لكن أتمنى أنه يتفاعل الآن اللاعبون، الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويبدأوا يشتغلوا وينطلقوا من مثل هذه المباريات، من مثل هذا اليوم حقيقة، في القمة وفي القاع، قمة الإثارة، قمة المتعة.
جمل تكتيكية، أداء فني، مدربين على مستوى عالي. استمتعنا اليوم متعة كبيرة جدا جدا جدا. الأهلي والنصر حقيقة متعة ما بعدها متعة. شكرا لإدارة الفريقين، لمدربين الفريقين، للاعبين، كانوا بالفعل بالفعل في المستوى، كانوا يعني مش بس أداء فني، قتال في الملعب، رجولة في الملعب، أيضا أخلاق عالية. يعني ما شفنا مشاكل، يعني مباراة مثل هذه يعني تقريبا ما نقول تحسم الدوري ولكن تقرب كثيرا فريق من الدوري أو تقرب للمنافسة على الدوري. يعني عادة يحصل فيها مشاكل، ما شفنا فيها أي مشاكل الحمد لله وشكر لله، أشياء بسيطة لا تذكر. كل هذا في النهاية ينصب في مصلحة الكرة السعودية اللي كنا نتكلم فيها قبل يومين، مشاكل جمعية وما جمعية. نبغى هنا نشتغل، أترك الكلام الفاضي وجمعية وقتال على مناصب، نبغى نشتغل، نبغى نرجع، نبغى نقول منتخب سعودي مكان ما نروح نتكلم. هذه المباراة تجعلنا ننطلق، أنا ما خرجت على الموضوع، لكن هذه المباراة وأمثالها تجعلنا نتكلم وننطلق منها بالفعل لسمعة الكرة السعودية. شكرا للأهلي والنصر، أنتم تعيدون سمعة كرة القدم السعودية إلى الواجهة. أعتقد كل من شاهد اليوم المباراة في الخليج، في العرب، كل من شاهد المباراة لن يقول أن الكرة السعودية في 99 أو 100 في الترتيب في الفيفا. ألف مبروك للأهلي. قبل ما نتكلم عن المباراة فنية لازم يكون في كلب صراحة، مدخل الحديث عن مباراة الأهلي والنصر لازم يكون كلب. ألف مبروك للأهلاوي. ألف مبروك للأهلي، هارد لك للنصر. نشوف تقرير المباراة عشان ندخل على المباراة من النواحي الفنية مع الكابتن نايف وكابتن حاتم. نتابع. في واحدة من أجمل لقاءات الموسم، متعة الأهداف حضرت والهاتريك يتكرر بين أبرز الهدافين، والأهلي يؤكد علو كعبه على النصر هذا الموسم. الانتصار الثالث ولكن برباعية جعلت الوضع النصراوي أكثر تأزما. لم تكن البداية عادية، فلا جس نبض ولا خلافه. المؤشر الأخضر يهدد المرمى الأصفر وحامل العرين يرفض الاستجابة للتهديد، ليأتي الرد وسط غفلة من لاعبي الراقي بارتقاء السهلاوي. الكرة تأبى إلا أن تسجل الحضور النصراوي المبكر في مرمى الأهلي. الكرة سهلة والأهداف سهلاوي والأهداف.
عبد الشافي كاد أن يدرك التعادل بيسارية وقف لها العنزي بالمرصاد، ليأتي الرد مرة أخرى من السهلاوي بهدف آخر للأصفر المتسبب فابيان والمجهز لفريدي، والختام من المهاجم الصعباوي. مستحيل يا عالمين، الدوري خط أصفر، خط أصفر هكذا. لم يرضخ الأهلي للنتيجة، فمؤشره ارتد قبل نهاية الشوط الأول بضربة جزاء. السوما ينفذ ويختم على أول الأهداف الأهلوية في الشبكة النصراوية. هذا أبو خطاب، إذا ما تفتح يكسر الباب، يكسر الباب من علامة الجزاء. وكعادة الراقي في بداية الشوط الثاني يعود من جديد ويأبى الخسارة. أسامة هوساوي يعيش دور المهاجم ويغمز برأسه كرة عبد الشافي لتعانق المرمى النصراوي. في موسم لا خسارة، في موسم لا خسارة. الأهلي لم يعرف لليأس طريقا، ضربة جزاء أخرى والسبب يد أدريان. العقيد عمر السومة يتميز في التنفيذ ويضعها على يسار العنزي. لم يهدأ المجانين واستمر طغيانهم، هدف رابع بختم العقيد. الرد النصراوي لم يتأخر، السهلاوي يقلص الفارق برأسية على يسار المعيوف. تنتهي المباراة والفارق يتقلص لنقطتين بين المتصدر والوصيف، وفي انتظار 6 مواجهات حاسمة. كابتن، أبدأ معك فنيا، كيف كسب الأهلي اليوم المباراة وكيف خسر النصر؟ طبعا إذا بنتكلم عن الأهلي، أنا بحط الأهلي بكفة من الناحية اللياقية وبقية يمكن فرق الدوري السعودي لهذا الموسم يمكن بكفة أخرى. أظهرت اللياقة أنها العنصر الأساسي في كرة القدم، أظهرت الإمكانيات وإبداع اللاعبين، أظهرت قدرة المدرب على توظيف اللاعبين بالأدوار. يعني جروس يمكن تعامل ما بين مباراة سازي تبريز الإيراني وما بين مباراة النصر باللاعبين اللي يمكن هم غيروا له المباراة بالنسبة للبطولة الآسيوية. إدخال بصاص وإدخال سلمان المؤشر كان في البطولة الآسيوية بدأ فيهم في مباراة اليوم. جروس لم يعني يمكن الكل كان يتوقع أنه يلعب مصطفى بصاص كظهير أيمن، لعب بالواقعية كظهير أمير كردي لحفظ التوازن والاستفادة من بصاص في المركز الرئيسي اللي كان عليه بصاص واللي دائما ما يقدم مستويات رائعة جدا. شاهدنا أوزفالدو اليوم خارج التشكيل، شاهدنا إبداع من لاعب كبير كهداف عمر السومة. اليوم يمكن الفريقين يعني مباراة، أنا أقول مباراة المهاجمين. سلمان المؤشر فعلا كان مشكلة كبيرة اليوم، هو مؤشر الأهلي الأخضر، قدم مباراة كبيرة وجود الاستمرارية للمباريات اللي كان عليها، يدافع بشكل رائع جدا، يهاجم بشكل أروع. القوة اللي كانت بالنسبة للأهلي هي وجود عبد الشافي وسلمان المؤشر في الطرف الأيسر، قابلها شايع شرحيلي اللي ليس بظهير يعني تقليدي ولا يمكن يحفظ الأدوار، ممكن تلعب فيه يعني مباراة تكون فعلا أنت يعني محتاج لسد الخانم في غياب مثلا خالد الغامدي. لكن أعتقد يمكن بداية أوزفال دي سيلفا بيبقى خالد الغامدي يعني يغير من التوازن الدفاعي بالنسبة للفريق. وسط النصر في الشوط الثاني، شوف يعني هذه من الأشياء اللي نفتقدها في ملاعبنا يمكن من فترة طويلة، أن يكون فريق يخسر ويرجع. يعني من ما أقول من، لكنها حالات يمكن تعد على رؤوس الأصابع، أن يكون فريق خسران في الشوط الأول باثنين ومباراة
تحديد مصير بطولة أو مصير منافسة على بطولة ويستطيع العودة بأربعة، يعني شيء بصراحة تدل على سواها الأهلي هالموسم يعني أكثر من مباراة، سواها مع الشباب وسواها اليوم مع النصر في سواء كأس ولي العهد أو حتى في الدور الأول. وجود أنا قلت بداية حديثي إن لياقة الأهلي في كفة وبقية الفرق العدم، يعني نغمة أو الحديث بنغمة الإرهاق، شاهدنا تشير الجاسم أساسي، سامة أساسي، معتز أساسي، عبد الشافي، الأداء والريتم يبدو أن روس يمتلك مدرب لياقة عالي جدا، إضافة يعني المدرب ليس كل شيء، إضافة إلى محافظة اللاعبين، لأن ما يعمله المدرب في الساعتين أو في الساعتين النص اللي يقضيها في النادي ممكن أن تنهدم خارج الملعب. اللياقة بالنسبة للأهلي دائما نتحدث الأهلي الشوط الثاني مختلف لسبب، إضافة إلى الأمور الفنية لياقيا هو مختلف، ما شاء الله تبارك الله لياقيا هو مختلف. اليوم ظهرت قوة الأهلي في مباراة أحوج ما يكون فيها الأهلي، ظهرت إمكانيات لاعبينه في وقت أصعب أو يعني لا يحتاج الفريق. تتفق مع اللي يقول أنه في الأهلي هالموسم في المباراتين اللي لعبهم مع النصر 12 نقطة، الدور الأول كانت 6 نقاط، عطل 3 وأخذ 3 والحين عطل 3 وأخذ 3. والله بوجود شوف يعني رغم خسارة النصر خسارة الأهلي خسارة النصر آسف عفوا، لكنه ما تصدر، يعني لا زال النصر حتى الآن هو متصدر حنحكي عن النصر لا لا أنا أتكلم أنها يعني هي يعني أنت أمام فريق يعني يسير بسرعة عالية جدا بالانطلاق، ورغم ذلك أنت تلاحق في الدور الأول. يمكن الأهلي تعطل في مباريات الفرق اللي خلينا نقول من الفرق المتوسطة، الآن هو يعود يعني لم يتبقى على الدوري لست جولات، دخول فريقين في المنافسة هي في صالح الأهلي أكثر منها تكون في صالح النصر، لأن النصر في صالح الأهلي آسف، لأن الأهلي هو من يلاحق، فدخول أكثر من فريق يعني على الأقل الآن الأهلي أمامه أو النصر أمامه مباراة مع الاتحاد يعتبر بعد التوقف منافس والهلال أصبح منافس، فالدوري بصراحة اشتعل من جديد. جروس يمكن تعامل يعني عقلانية وبقراءة واقعية، لم يستعجل حتى في التغييرات. دي سيلفا يمكن أنا في وجهة نظري يمكن حتى في الشوط الثاني كان واضح يمكن حاجة خصوصا يعني المساندة بالنسبة للجبرين، الشوط الثاني لم أشاهد الجبرين بالشكل اللي يفترض أنه يكون عليه عكس الشوط الأول. السهلاوي بصراحة يعني يثبت في كل مباراة بأنه مهاجم النصر الفذ، يعني مهاجم بالنسبة للنصر طيب. يعني هو من جيل ماجد ومن جيل محيسن اللي يعني سيبقى جماهير النصر تتغنى فيهم لفترة طويلة. حاتم، الأهلي كيف كسب النصر اليوم؟ الأهلي كسب النصر إدارتين ممتازة في الفريقين، لاعبين إمكانيات عالية في الفريقين، ولكن في الأهلي مدرب أفضل من مدرب النصر وبكثير. ليش؟ الكل يعرف الأهلي من بداية الموسم، الأهلي في الشوط الثاني يختلف تماما عن الشوط الأول، وبالتحديد مع النصر أيضا في المباراتين اللي لعبها مع النصر السابقتين في كأس ولي العهد وفي الدوري واضح تماما أن الشوط الثاني الأهلي بيفرق. اللي حصل اليوم، دائما نتكلم عن عنصر المفاجأة، كيف تصدم الخصم خاصة في المباراة القوية هذه، ما تلعب بالطريقة العادية اللي تلعب بها دائما. المدرب النصر استمر على وضعه السابق كما فعل في المباراتين السابقتين أمام الأهلي. الشوط الأول جمهور النصر بيفرح، أنا بتفرج المباراة حقيقة والنصر بيهاجم زي ما يقول في وو زي كذا، يعني بالمعنى هذا، يعني كله يجري وكله ينطلق. الشوط الثاني مدرب الأهلي يلعب على الشوط الثاني، أنت ما تلعب الشوط الأول بالطريقة هذه، وجربتها قبل كذا وكنت فائز 1-0، تلعب بتوازن خاصة أنه لياقتك مش لياقة الفريق الأهلاوي، لابد أنك تلعب بتوازن، تلعب على مباراة 90 دقيقة مش 45 دقيقة. هذا اللي وقع فيه الفريق النصراوي، فرحوا بالهدفين ولكن في شوط ثاني في مدرب شغال، مدرب اولا يعتمد كثيرا على لياقه الفريق، واثق في لياقه فريقه، واثق في عمله، ايضا يثق كثيرا في تغييراته سواء داخل الملعب او من خارج الملعب.
هذا هو باختصار الزبده في المباراه. نجي للمباراه تفاصيل دقيقه بعض الشيء. المباراه كانت ومن قبل المباراه معروف بين الجهه اليمنى للنصر والجهه اليسرى للاهلي عبد الشافي والمؤشر وهناك فابيانو، وطبعا يميل مع الفريدي بعض الشيء الغامدي شائع اسف. هذول كلهم لو تلاحظ تتذكر المباراه ترى كل الشغل كان خاصه الشوط الاول، الفريقين كانوا في الجهه هذيك. كان الشوط الاول التفوق لمين؟ للفريق النصراوي. فابيان كان بيتفوق كثير على عبد الشافي، كان في مسانده كبيره من الفريدي من شائع حتى ادريان لانه ما يطلع على الطرف كثير، فعشان كذا الجهه اليسرى كانت مو شغاله، حسين ما يهاجم كثير من بعيد يلعب الكرات الطويله. الشوط الثاني اتفوق الفريق النصراوي الشوط الاول، لكن الشوط الثاني ايش اللي حصل؟ اتذكر المؤشر فقط الشوط الثاني ايش صار في فابيانو. ترى فابيان كان الشوط الاول ممتاز، الفريدي كان ممتاز الشوط الاول، انتهوا تماما لياقيا، اشتغلت الجهه اليسرى للاهلي فتفوق الفريق الاهلاوي. ايضا خطا كبير وقع فيه مدرب النصر، انا استغرب حقيقه، وهنا اقول لك التدخل المحمود دائما من الاداره. لو انا اداري في النصر مستحيل اجعل المدرب يغير هذه التغييرين في الشوط الثاني، مستحيل. انت لو التعادل الان نتيجه 2-2 التعادل، انا اسال سؤال، التعادل في صالح مين لو انتهت المباراه في التعادل؟ بالتعادل في صالح النصر اكيد، تبقى على فارق الخمسه نقاط. تغير وتجازف ليش؟ سحب لاعب وسط وانزل الراهب ولعب 4-4-2 الشوط الثاني وانت متعادل، فتح الملعب زياده للاهلي اللي متوقع انه تفوق الشوط الثاني لياقيا وتكتيكيا. اذا مدرب النصر سلم المباراه للاهلي مع بعض يا مدرب حاتم. مدرب الاهلي حاتم نعم، التغييرين كانت مع بعض في الدقيقه، هي تغييرين مع بعض. نعم التغييرين مع بعض بالضبط، برافو عليك. هنا المشكلة، هنا جازف ليش؟ أنت مش الأهلي اللي محتاج الفوز أكثر، محتاج للثلاث نقاط أكثر، فهنا جازف فتح الملعب، جعل سلم المباراة ببساطة لياقيا وتكتيكيا. برافو الأهلي، لديكم مدرب كبير 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 جدا، قارن بينه وبين بريرا الاسم الكبير، ما يتفلسف، لدي عناصر. أنت كمشاهد مش كمحلل، كمشاهد عادي تعرف مين اللاعب الكويس، مين حينزل، مين المفروض ينزل، هذا المدرب. اذا الاهلي بكل امانه يعني متعنا اليوم تكتيكيا ودرس في كره القدم من المدرب للمدربين. احب اشيد بالسهلاوي حقيقه، هاتريك في مباراه كبيره مثل هذه. الاهلي عمر السومه، لديك لاعب مثل عمر السومه ما شاء الله تبارك الله، لا بد ان تلعب على البطولات وتحقق البطولات. في النهاية المباريات الآن، الدوري الآن كما ذكر أخي الكابتن نايف كأنه يبدأ من جديد. فوز الأهلي اليوم قرب الاتحاد والهلال. النصر إذا تحدثنا عن النصر والأهلي تحديدا، النصر أمام مباراة صعبة جدا، الأهلي مباراة أسهل. هنا الدور العمل الإداري والفني أيضا، ولكن الإداري أكثر بالنسبة للفريق النصراوي، كيف تجهز الفريق. واضح جدا في الفترة السابقة أنه النصر فريق عنده إمكانيات ولكن فقد التنظيم كثيرا مع دي سيلفا، ولكن في فريق، في لاعبين، الاهلي في لاعبين وفي تنظيم وفي مدرب وفي عمل اداري ايضا. الف مبروك للاهلي مره اخرى. راح نروح الفاصل، بعد الفاصل نعود لمواصله الحديث في المباراه.
الأهلي ينتصر على النصر في المنعطف الهام لجميل ويقلص الفارق إلى نقطتين من المتصدر. قمة دوري جميل تنتهي بعد طول انتظار وتعيد التنافس النصراوي الأهلوي لواجهة الكرة السعودية وكورة يرصد أحداث موقعة الدرة. شمران الهلال يقود فريقه لتخطي أصدقاء الأمس ويضيق الخناق على الاتحاد في سلم الترتيب. في لقاء مثير الشعلة يكسب التعاون بهدف الرمق الأخير ونجران ينجح بتجاوز الفيصلي والهروب من القاع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا فهم في المملكة العربية السعودية، كابتن نايف العنزي وكابتن حاتم خيمي هما ضيفا حلقة الليلة. ينضم معنا من أبو ظبي المستشار التحكيمي لبرنامج كورة أبو زياد. مساء الخير سيد عبد الله. مساء الخير أبو جود، ومسي على ضيوفك الكباتنا نايف وحاتم، ومساء الخير للجميع. إجازة. يوم الإشباع الكروي اليوم. إجازة مو إجازة، لاحقينك يا حبيبي، معانا في اللقطات يعني معانا في اللقطات. لا تأمرون أمر، إيش دعوة أبو زياد، راح ناخذ معك. لا تأمرون أمر، بس هنا الأجواء والله كاننا في السعودية. ليش؟ فعلين مع الدوري بشكل كبير. يستاهل، يستاهل الدوري السعودي كل هالشعبية. أبو زياد راح نتكلم معاك اليوم عن النصر والأهلي، هذه المباراة تحديدا، وطبعا باقي الجولة إن شاء الله لما ترجع من الإجازة. ما شاء الله تبارك الله، لا نحسدك، بس ناس مسافرة وإجازات وإحنا مداومين وناس شغالين. أبو زياد نبدأ معك، كم لقطة عندك اليوم؟ تقريبا أهم 9 لقطات. طيب أعطينا أهم اللقطات أنت والمشاهدين، سلمكم وكلنا على الله، سلمكم الهواء. أعطونا يا شباب اللقطة الأولى. الحالة الأولى في الدقيقة 8، المساعد الأول أعلن عن تسلل وكان قرار المساعد غير صحيح، لأن لاعب النصر الذي يقف داخل منطقة الستة كان مغطي التسلل، ولم يكن لاعب الأهلي في هذا الموقف في حالة تسلل وقرار غير صحيح من المساعد الأول. نلاحظ لمس لحظة لعب الكرة، كان مدافع النصر الذي يقف داخل منطقة الستة أو منطقة المرمى يغطي التسلل، وقرار الحكم غير صحيح وغير دقيق في هذه الحالة، وكان يجب عليه الاستمرار في اللعب وليس الإعلان عن حالة تسلل. حالة أخرى، الحالة اللي بعد كذا، حالة لمس لليد، الحكم أمر باستمرار اللعب. راح توضح معانا الإعادة، أن يد لاعب النادي الأهلي كانت إلى جانب جسمه ولم يتعمد لعب الكرة، ولكن هذه أقصى مسافة ممكن أن يبعدها حارس أو آسف اللاعب في هذا الموقف، لنظرا لسرعة الكرة وقرب المسافة. وإحنا أوردنا هذه الحالة عشان بأن نعرج على حالة أخرى أتت في المباراة، لمسة يد. هذا استمرار صحيح من الحكم، اللاعب يضع جسمه إلى يده إلى جانب جسمه في حالة تفادي للمس الكرة، ولكن سرعة الكرة وقوة التسديد هي من أوقعته في هذا اللمس الغير متعمد، وقرار الحكم باستمرار اللعب قرار صحيح. نشوف اللي بعده يا كابتن. الهدف هذه حالة الهدف النصر الثاني، اللاعب الأول الذي قام بتمرير الكرة للهدف للاعب المسجل كان يقف في موقف تسلل، أنا أقصد اللاعب الأول اللي داخل الصندوق اللي هو الفريد. الكرة من الأساس لعبت من كرة طويلة، لاعب الأهلي النصر كان أقرب إلى خط مرمى منافسه من كل من الكرة وثاني آخر منافس لحظة لعب الكرة، ومرر الكرة إلى اللاعب الآخر الذي أتى من موقع صحيح، الهدف سجل بطريقة صحيحة، ولكن الأساس هي كرة تسلل. أنا أقصد أن الهدف من السهلاوي مسجل بطريقة صحيحة، ولكن حالة التسلل كانت في الكرة الأولى، وكان يتوجب على المساعد الثاني الإعلان عن تسلل وليس السماح باستمرار اللعب، ولكن تقدمه عن اللاعبين هو من أوقعه في ذلك التقطير الخاطئ. لو نلاحظ مع الجرافيك نلاحظ أن المساعد متقدم عن الكل، وهذا ما جعله يتوهم بأن لاعب النصر انطلق من موقف صحيح نظرا للوقوف الخاطئ للمساعد، وقرار خاطئ من المساعد الثاني بعدم الإعلان عن حالة تسلل.
طيب نشوف اللي بعده يا كابتن. الحالة اللي بعد كذا حالة ركلة جزاء تم احتسابها لصالح النادي الأهلي، وقرار الحكم صحيح باحتساب تلك الركلة لوجود المسك في الأول. وإحنا دائما هنا نوصي حكام المباراة أن المسك في مثل هذه الأوقات لا داعي لإعطاء مجال للاعب، وإنما يحكم على الحالة من بدايتها، خصوصا إذا لم تكن الكرة هي فرصة موالية لتسجيل هدف. وجه اللاعبين كان لداخل الملعب، المسك بدأ من هنا، كان يتوجب على حكم المباراة الإعلان عن المسك في هذه اللحظة بعيدا عن ما اصطنعه من سقوط مبالغ فيه لاعب الأهلي، ولكن المسك وقع من البداية وكان يتوجب على حكم المباراة الإعلان عن الركلة منذ المسك الأول، ولكن المجمل قرار الحكم صحيح بالإعلان عن ركلة جزاء في هذه اللحظة، ولكن ما يؤخذ عليه هو التأخير حتى سقوط اللاعب بهذه الوضعية. نلاحظ في هذه الحالة أوردناها لكونها حالة مهمة سبقت هدف النادي الأهلي، اللاعب هنا لاعب النصر لم يرتكب أي خطأ، كان يتوجب على حكم المباراة الإعلان عن ركلة حرة مباشرة لنادي النصر وإنذار لاعب الأهلي للتحايل. نلاحظ أن لاعب الأهلي سقط من دون أي احتكاك، راح توضح معنا في الإعادة. لاعب النصر بعيد عن اللاعب، نلاحظ أن السقوط تم في مرحلة أخرى ليست قريبة من التلامس الذي اعتقده الحكم، كان يتوجب على حكم المباراة الإعلان عن ركلة حرة غير مباشرة وإنذار لاعب الأهلي للتحايل. نشوف من هذه الكرة تم تسجيل هدف النادي الأهلي، هدف الأهلي سجل بطريقة صحيحة، أنا أوردتها ليس الخطأ مفصول عن الكرة هذه، ولكن لاعب الأهلي الذي قام بتسجيل الهدف انطلق من موقع صحيح تقريبا على خط واحد أو الأقرب أن مدافع النصر هو من قام بتغطيته، لذلك قرار المساعد بالسماح بالإعلان عن ذلك الهدف. نلاحظ أن لاعب النصر الذي يقف في المنتصف هو من غطى ذلك التسلل، صحيح لاعب الأهلي الأول موجود في موقع التسلل ولكن لا يعتد فيه نظرا لعدم ارتكابه أي نوع من أنواع أو مخالفات التسلل الثلاث. نلاحظ لاعب النصر اللي في الوسط هو من كسر ذلك التسلل، ولاعب الأهلي حضر من موقع صحيح والقرار صحيح والهدف صحيح في طريقة التسجيل، ولكن يؤخذ على الحكم الخطأ الذي تم الإعلان عنه فيما قبل ذلك الهدف. اللي بعده يا كابتن. هذه حالة تنافس طبيعية، الحكم سمح باستمرار اللعب، لاعب النصر هو من حاول ينافس، كلا اللاعبين سقط في حالة تنافسية وتلاحم وطبيعي في هذه الحالات، وقرار الحكم صحيح بالاستمرار وعدم وجود أي مخالفة على كل من المهاجم أو المدافع، وقرار الحكم صحيح. ممتاز، نشوف اللي بعدها هيك. هذه حالة ركلة الجزاء، ونلاحظ هنا الفرق في اليد. احنا كررنا دائما في حلقات سابقة وكحالات تثقيفية، ما دام اليد داخل الجسم لم تخرج بهذا الخروج فالاستمرار هو الأولى في مثل هذه الحالات، لكن ما حدث في هذه الحالة أن لاعب النصر هو من اتجه لقطع الكرة بيده، لو بقيت يده داخل جسمه ومن ثم حدث الاصطدام نلاحظ أن اليد خرجت عن الجسم في حالة قطع للكرة، كانت الكرة سوف تمر من بين اللاعبين واللاعب رفع يده بهذا الشكل خارج عن الجسم وقام بقطع الكرة بيده متعمدا، وركلة جزاء صحيحة من حكم المباراة أعلن عنها في هذه الحالة. لو بقيت يد اللاعب داخل الجسم ومن ثم ارتطمت الكرة في يده وهي داخل الجسم فالأولى استمرار اللعب، ولكن هذه الحالة تختلف تماما، نلاحظ خروج اليد في حالة قطع للكرة وهذا الوضع الغير طبيعي لليد، ودائما ما نكرره في هذه الحالات، ما دام اليد في وضعها الطبيعي لا يوجد خطأ، إذا خرجت عن وضعها الطبيعي والتشريح الحركي للجسم في مثل هذه الحالات فالتعمد يقع، وهنا قرار صحيح من حكم المباراة بالإعلان عن ركلة جزاء. طيب آخر لقطة يا كابتن معك عشان تروح تكمل إجازتك. نشوف الحالة هذه،
لا طبعا هي الحالة المفترض بوجود هي حالة اشتباه في لمسة يد كانت في الدقيقة 86، ولكن قرار الحكم باستمرار اللعب هو القرار الصحيح. طبعا لم تكتمل هنا في حدث ركل للكرة، كانت الكرة اتجهت من صدر لاعب الأهلي إلى صدر زميلها الآخر، وكان القرار صحيح باستمرار اللعب. إجمالا لا يوجد حالات اشتباه في هذه الحالات، في حالة يعني بمعنى أنه في سقوط يتوجب احتساب خطأ أو حتى لمس يد، ولكن الحالة اللي كان مقصودة فيها هي حالة لمس أو لعب للكرة من صدر لاعب الأهلي إلى صدر زميلها الآخر، وقرار الحكم باستمرار اللعب كان هو القرار الصحيح، ولكن العتب على الإجازة وعلى البعد يعني هو اللي خلاه. أبو زياد شكرا، ما تظهر لك. شكرا جزيلا لك، شكرا لوقتك اللي أعطيتنا إياه. أتمنى لك إن شاء الله إجازة سعيدة أنت والأسرة، سامحونا يعني خذناك منهم كذا هالنص ساعة عشان تكون معنا في الحلقة. شكرا جزيلا لكل آرائك التحكيمية، إن شاء الله إذا جيت الرياض نأخذ معك الجولة كلها بتفاصيلها. شكرا لك أبو زياد. شكرا لكم، وبرنامج كورة ترى جزء من الأسرة بالنسبة لي يعني. كلكم كزملاء. تسلم يا حبيبي، تسلم أبو زياد. فاصل قصير، بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث عن مباراة الكلاسيكو. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمر تلفون في المملكة العربية السعودية. التغطية لازالت مستمرة للكلاسيكو الكبير اليوم اللي كان بين المتصدر والوصيف النصر والأهلي. خلينا نسأل الكابتن عن عمر السومو. قول أي شيء يعني مسموح لك تقول في عمر السومو. اللي تبي تقول. ممكن لو شاركت في شيء، لو أني أهلاوي طبعا. طبعا جاء في وقت بالنسبة للأهلي، صفقة يعني أنا أقول صفقة العمر بالنسبة للأهلي، لاعب هداف بكل ما تعني الكلمة، لاعب يستفاد أو يتعلم منه اللاعبين المهاجمين بالذات اللي صاعدين كيفية عملية التركيز والهدوء، دائما ما يكون مركز حتى لو أضاع فرصة، لو تعامل مع كرة يعني بشكل خاطئ. لذلك يمكن هذه المقولة يمكن أنا سمعتها حتى من ماجد عبد الله، دائما اللاعب لا يرجع للخلف بل ينظر لباقي او بقيه المباراه. دائما التركيز هو سلاح راس الحربه اللاعب الهداف. هداف الاهلي، نقل الاهلي نقليه نوعيه يمكن حتى يكون لها انعكاسات يمكن حتى على بقيه اللاعبين في عمليه التعامل مع المباريات الكبيره. يمكن الموسم الماضي الموسم هذا بالنسبه للاهلي مختلف كليا من ناحيه شخصيه اللاعبين الاهلي. الموسم هذا ما فيه اهتزاز. تخيل في المباراة اللي الأهلي كان فعلا لا يمكن يخسر فيها جاب هاتريك، ما شاء الله تبارك الله. وإذا بنرجع على شخصية لاعبين الأهلي أبو وجود، نتذكر نهائي كأس ولي العهد، نتذكر مبارياته أمام النصر، نتذكر حالة الطرد وكيفية العودة، نتذكر مباراة النصر في الدور الأول رغم يمكن تقدم النصر، كأس ولي العهد. الكاريزما اللي أصبح الأهلي يمتلكها أو شخصية الفريق اللي أصبحت يعني هي شخصية فريق بطل لا يهتز. يعني يكون فريق يخسر في مباراة مثل هذه ب2-0 في الشوط الأول، مؤكد أنك راح تشاهد انفعالات، مؤكد أنك راح تشاهد انفلات أعصاب، حالات يعني من النقاش والجدل. أبو جود يمكن أنا في بداية التحليل تكلمت عن كل لاعبين الأهلي إلا لاعب واحد وهو روح الأهلي، هو الروح وهو رئة الأهلي، وليد باخشوين. كل يوم يقدم أجمل وأجمل، أحسن وأحسن، لياقيا انضباطيا تكتيكيا. يمكن هو سر من أسرار قوة الأهلي وجود لاعب محور بهذه الروعة. عمر السومة بصراحة يعني أهني جماهير الأهلي، أهني إدارة الأهلي على الاختيار اللي كان في وقته. يتكلل هذا النجاح يعني في نهاية الموسم، يعني لو حقق الأهلي بطولة الدوري، هو حقق يمكن كأس ولي العهد، لو حقق بطولة الدوري راح يكون بالنسبة للأهلي يعيد الزمن الجميل بالنسبة للأهلاويين أيام أمين داب وأيام الجيل اللي فعلا صنع إنجازات للأهلي لن ينساها التاريخ. كابتن عمر السومة
عمر السومة باختصار عندما نتحدث دائما وابدا عن الكابتن الكبير والأسطورة ماجد عبد الله مثلا ونقول هذا لوحده والبقية بعيد عنه مثلا مش مثلا اكيد يعني كلاعب كبير نتكلم عن التكامل وهذا ما أعنيه اليوم في عمر السومة. عمر السومة الآن في اللي نشاهده في الكرة السعودية في الدوري السعودي في المسابقات السعودية هذا اللاعب ما شاء الله تبارك الله لاعب نقدر نقول متكامل بنية جسدية ما شاء الله تبارك الله مهارات التسجيل المختلفة بالرأس كرات ثابتة كرة متحركة مهارات فردية طول مع مهارة فردية أسست التعاون مع زملائه على مستوى عالي علاوة على ذلك أهم شيء في كرة القدم الشخصية الثقة عندك كل الإمكانيات ما عندك شخصية ما عندك ثقة مستحيل تكون لاعب كبير اليوم ما شاء الله تبارك الله مهزوم 2-0 تجيك ضربتين جزاء في نفس المباراة أمام النصر المتصدر وخارج ملعبك وتسجلها ما شاء الله شوف كيف سجلها بكل ثقة في واحدة في المقص اليمين واحدة في المقص اليسار ويسجل الثالث هذه شخصية لاعب علاوة على أخلاقيات اللاعب هدوء رزانة عمرك ما تشوفه متوتر عمرك ما تشوفه يتكلم على زملائه حتى لو ممكن تجيله باصات خطأ أحيانا المهاجم تشوفه ينفعل على زملائه إذا ما جاته كورة يظهر للجماهير أنه أنا كويس بس ما في كورة هذه كلها مش موجودة عند السومة ما شاء الله تبارك الله لاعب متكامل ما شاء الله تبارك الله أنا حقيقة لا أعرف اللوائح والأنظمة يمكن أقول حاجة غريبة شوية ما أدري هي غريبة ولا لا أتمنى مثل هذا اللاعب يعني أتمنى فعلا ما شاء الله عربي مسلم أتمنى يكون سعودي يعني ما أدري إيش نظام التجنيس لاعب مثل هذا يعني عاداتنا تقاليدنا أخلاقياته لاعب مسلم ما أدري كأنظمة ما أدري هو لعب في منتخب سوريا قبل كذا ولا لا صغير في السن ما شاء الله تبارك الله هنيئا للأهلي بهذا اللاعب لعب منتخب أولمبي يعني ممكن يعني وأعتقد النظام على أول صح أنت تدعو لتجنيس عمر السومة يعني نعم من خلال هذا البرنامج أدعو لتجنيسه ومش يعني ما في أي شيء لاعب عربي مسلم يعني الحمد لله وشكر الله أخلاق عالية يعني أعتقد تنطبق على صفات كثيرة في مجتمعنا الحمد لله وكلها أعتقد تنطبق عليه فرصة كبيرة مثل هذا اللاعب حقيقة يعني أنا أهني النادي الأهلي وأهني اللاعب على هذه التربية على هذا الأداء على هذا المستوى شوف هذا اللاعب ما أقل سوريا دولة عظيمة الدول العربية دول عظيمة ولكن في كرة القدم يعني لما تتكلم على لاعب بهذه الصفات اللي ذكرتها حتقول لاعب يعني برازيلي أرجنتيني أوروبي الصفات الجسدية والذهنية والعقلية والاحترافية والمهارات الفردية ما شاء الله تبارك الله هذه صعب تجدها في لاعب عربي قلة قليلة يمكن تذكرها في لاعب الجزائر مثلا ماجر وعصاد والآن ياسين إبراهيم مثلا يعني في لاعبين قليلين ما تذكرها في لاعبين كثر في الدول العربية فهذا من هذا المنطلق أتمنى أن يكون عمر السومة لاعب في المنتخب السعودي إن شاء الله أنا أتدخل في الموضوع بس بالتأكيد عمر السومة يعني لاعب جدا جدا كبير إضافة مهمة للدوري السعودي واللاعب الكبير فعلا يبين في اليوم الكبير اليوم الأهلاويين كان لا يمكن يخسر وكان لازم يكسب وشوف في يوم زي هذا يطلع لك لاعب يسجل لك مو هدف ولا اثنين هاتريك يعني عشان يوريك قديش لاعب قتال لاعب مميز على طاري الهاتريك يمكن في واحد من مشجعين الأهلي الظاهر يعني أقرب تويتر إنها يمكن هي كان الوعود بسبب يعني طلب تعجيزي إن السومة لو سجل في النصر هاتريك سيهديها يمكن ناقة بقيمة يمكن تصل إلى 50 مليون وسجل خلنا نشوف وتوحق لها لا تتحدى عمر السومة حنروح الفاصل وبعد الفاصل تفضل يا وجود تفضل طيب اوكي تفضل يا كابتن لا ولا شيء بس بكل أمانة يعني باختصار على السومة يعني انا يعني احنا مش اهلاويين بس حقيقة اصبحنا نعشق هذا اللاعب نحب هذا اللاعب واتحدى تسأل اي شخص بيتابع الكرة السعودية الان ما يحب هذا اللاعب يعني بصراحة يعني قمة ما شاء الله تبارك الله الله يبارك له وفقوا ونشكر أهله أيضا من خلال هذا البرنامج حاتم يعني قمة في كل شيء ما شاء الله تبارك الله حاتم تفضل
أنا عندي واحد من عيالي يمكن أهلاوي عبد العزيز والله بسبة السومة ما شاء الله السبب السومة السبب السومة كله بيشجع الأهلي الحين مع السومة فاصل قصير بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج وقفة مع عمر السومة أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة نرحب بمستمعي روتانا فم في المملكة العربية السعودية كابتن نايف العنزي وكابتن حاتم خيمي هم ضيفا حلقة الليلة نواصل تغطيتنا للكلاسيكو بين النصر والأهلي ونشوف تقرير عن أبرز المشاهدات في مباراة اليوم انتهت قمة دوري عبد اللطيف جميل وحسم الأهلي النتيجة لصالحه لكن ثمة أحداث شاهدها الجميع دون أن يدقق في تفاصيلها تيفو النصر كان الحدث الأبرز قبل اللقاء وشبيه أدريان يحضر في مدرج الأهلي الهداف السوم الأبرز في اللقاء بطاقة صفراء شوهت جمالية أداء العقيد مقصية في بداية الشوط الثاني المنفذ لها متصدر الهدافين غريب أمر الجماهير النصراوية دعم في بداية اللقاء ومغادرة مبكرة مع هدف الأهلي الرابع وكأن أدريان باعتراضاته المتكررة على الحكم أراد الانتقام تصادم طريف لم يكن في الحسبان انتهت القمة هاتريك للسومة وهاتريك للأهلاوي الفرحة للسومة والأهلي والحسرة للنصر رغم الصدارة طيب كابتن نايف خلينا نتكلم الحين عن النصر ايش تبعات الخساره وليش خسر النصر اليوم والله كان متقدم بهدفين طبعا شوف انت تتقدم وتخسر وفي مباراه مثل هذه كلاسيكو مباراه قد يعني تكون تدفعك للامام بشكل كبير لتحقيق بطوله الدوري انا اتصور يمكن في البدايه يمكن استطاع يمكن النصر تسجيل هدفين بالكرات الطولية اللي يمكن نجح فيها هذه السلفة وأصبح النصر يطبقها بشكل جيد سواء عن طريق فابيان أو عن طريق أدريان أو الفريدي الهدف الأول يعني بكرة فيها ذكاء بالنسبة للتمرير والتحرك ضربة ركنية كرة ثابتة والدخول بشكل رائع بالنسبة للسهلاوي التقدم بالهدف الثاني أعتقد يعطي أي فريق دفعة معنوية ويعطي أي مدرب قدرة على التعامل مع المباراة بداية الشوط الأول كان التفوق بالنسبة للنصر واضح سواء من خلال النتيجة أو حتى من خلال الأداء نقطة التحول بالنسبة للنصر في رأيي الشخصي هو ركلة الجزاء اللي تسبب فيها شايع واللي أنا يمكن ذكرت في بداية التحليل بأن
لو كان وجود ظهير يعرف يعني يتعامل عكس لاعب يكون هو يعني إبداعه في مركز المحور تأقلمه في مركز المحور. صحيح أن شايع لعب في أكثر من مباراة، لكن في المباراة الكبيرة الاختراع يعني غير مطلوب، خصوصا إحنا ما يكون لاعب جاهز عندك لاعب مثل خالد الغامدي. طبعا التعامل في ركلة الجزاء من شايع، وهذه يمكن من الأشياء اللي دائما ما تكون يعني فيها دروس، اللاعب يعني اتجاه منتصف الملعب بالنسبة لسلمان المؤشر، أنت عامل حاجز بينك وبين اللاعب بالنسبة للتسديد، ما كان لها داعي الشد، وخصوصا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. دائما التركيز وخصوصا في الدقائق الأخيرة أعلى درجات التركيز. صحيح أن المباراة طوال 90 دقيقة، لكن دائما الأوقات الأخيرة من المباراة يكون فيها يزداد التركيز. ليش؟ لسبب أنك يعني تقليص الفارق يدخل الفريق في الشوط الثاني بمعنويات، وب يعني قد يكون فيه استعجال في التغيير بالنسبة للفريق مثل الأهلي، لكن عودة الفريق بهدف قد يغير أشياء كثيرة من ممكن من السيناريو اللي ممكن يعمله المدرب. طبعا الجبرين وعوض خميس في الشوط الأول، الشوط الثاني ما كانوا بالشكل المطلوب، لا عوض ولا عبد العزيز الجبرين. تبديل فابيان أنا أتصور أنه كان فيه استعجال، كان ممكن يعد شوي، كان على الأقل هو موقف لك قوة بالنسبة للأهلي. الكل يعرف أن قوة الأهلي في الجهة الشمال عبد الشافي والمؤشر فوجود فابيان، شوف لاعب مثل فابيان اللعيبة الكبار يعني أحيانا ممكن إحنا ننتقد الفريدي على سبيل المثال، لكن ممكن الفريدي في لعبة واحدة أو في كرة واحدة ممكن يعمل لك فارق، ممكن يعمل لك سيناريو لا يمكن توقعه أو توقع الحدث منه. صحيح أن الشوط الثاني يمكن النصر بدنيا قل، صحيح أن الفريدي قل، صحيح أن الفارق الفني بالنسبة للأهلي العامل اللياقي كان أعلى بكثير، لكن التغييرات دقيقة 60 دخول لاعبين في توقيت واحد، أنا أتصور ويمكن مثل ما ذكر الكابتن حاتم خيبي، أنت حتى في أصعب الظروف لو تعدلت النتيجة بالنسبة للأهلي وأصبحت النتيجة 2-2 هي بالنسبة لك بمثابة الانتصار، حتى لو أنت متقدم، لأن حيظل الفارق 5 نقاط. يحيى الشهري ما كان أي إضافة بالنسبة للتبديل، الراهب ما في أي إضافة بالنسبة للتبديل، على عكس الأهلي اللي دائما ما تكون البدلة بالنسبة له بنفس الجاهزية. أبو جود هذه نقطة يمكن أنا نسيت أذكرها ويمكن ذكرتها معك في استديوهات سابقة، ما كان يميز النصر مع كارينيو اللاعب البديل بنفس جاهزية اللاعب الأساسي، مع دي سيلفا العكس، في فوارق كبيرة ما بين اللاعب البديل وما بين اللاعب الأساسي. هذه الصفة أصبحت الآن موجودة بالأهلي، أي لاعب خذ أي لاعب في الأهلي، أي لاعب شارك في الأهلي إلى درجة حارس المرمى تيسير ياسر مسليم، لما احتاجه الأهلي وشارك في مباراة مصيرية بالنسبة للأهلي استطاع صد ركلة جزاء. الكل جاهز، محمد أمال لاعب كان في فورمة عالية، معتز يغيب من يلعب بداله كامل موسى في فورمة عالية، سلمان المؤشر المباراة اللي في البطولة الآسيوية كان بصاص وسلمان المؤشر بدلة، المباراة هذه لعبوا أساسي إزفالدو، ولذلك يمكن الجاهزية بالنسبة لجروس العشرين الخمسة وعشرين لاعب أو 30 لاعب، في يعني أي لاعب ممكن يشارك لا يمكن يكون إلا في نفس الفورمة. حاتم، ليش خسر النصر اليوم؟ أعتقد التجهيز الفني للمباراة لم يكن كما ينبغي تماما، وأعني هنا مدرب الفريق، وذكرت هذا قبل شوية. الشوط الأول أنت عارف لياقة لاعبيك، أنت عارف تجهيزك للاعبين، وعارف أنه أنت واضح جدا لاعبي الفريق النصراوي ما بيتحملوا اللعب كل 4 أيام آسيويا ومحليا. اللي عمله مدرب النصر اليوم استمر على نفس الوتيرة السابقة، نفس التفكير. المباراة هذه كانت تحتاج تفكير آخر. طبعا البعض يعتقد الآن يتكلم مثلا أقول يعني النصر يعني لاعب النصر لا يسجل الشوط الأول، لا ما أتكلم كذا، ممكن تسجل الشوط الأول بس تلعب بتوازن، لا تلعب باندفاع كبير وترهق اللاعبين، لأنه المباراة كما ذكرت 90 دقيقة. انهزم النصر اليوم لأنه لعب على 45 دقيقة فقط. أعتقد أنه ينهي الشوط الأول تنتهي المباراة، لا، المباراة فيها 90 دقيقة، والتسعين دقيقة هذه أنت عارف الدرس تماما وشربت منه.
من الفريق الأهلاوي بالتحديد أيضا. إذن كان لابد أن البداية يلعب بتوازن، يمشي الكرة، ما يلعب يعني أقصد ما يلعب باندفاع كبير، يهاجم بكثافة، يجعل اللاعبين يجروا بصورة كبيرة، استنزفوا لياقين حقيقة اللاعب الفريق النصراوي. هذه نقطة. النقطة الثانية برضو تحدثت فيها، وأنا تحدثت على الجهة اليمين للنصر وجهة اليسار للأهلي، هي المباراة، هي مفتاح اللعب للفريقين. أنت أولا أنت استنزفتهم لياقين، فابيانو والفريدي وأغلب لاعبيك خاصة اللي يلعبوا على اليمين. ثاني شيء تخرج فابيان بدري، خرجته بدري، يعني قلت للفريق الأهلاوي اتفضلوا الخط أمامكم اشتغلوا، وما شاء الله تبارك الله ما صدق عبد الشافي والمؤشر تحديدا ما شاء الله عليهم، استغلوها كما ينبغي. كور يعني أرهقوا الفريق النصراوي كثيرا في الجري، لو تلاحظ لاعبين المقدمة في النصر بيرجعوا يجروا مع مؤشر ومع عبد الشافي. هذا الإرهاق الناس يعتقدوه عادي، هذا الإرهاق بيأثر أثناء سير المباراة على أداء الفريق عموما، فقد الثقة، فقد اللياقة أكثر، أيضا تسجيل الأهداف. في النهاية الفريق النصراوي خسر لأنه مدرب الفريق حقيقة لم يقرأ المباراة كما ينبغي عكس المدرب الأهلاوي. نقطة طبعا أنا ذكرت ومدحت في المباراة كثير، لكن لا بد أن نذكر العيب الرئيسي في المباراة، وهو العيب الموجود في كرة القدم السعودية الآن وبنشاهده كثير في المنتخب السعودي، الخلل الدفاعي. واضح جدا أخطاء دفاعي، ألف باء دفاع، ألف باء تغطية، من كرات ثابتة لاعبين في خط ستة فاضيين، كرات عرضية لاعبين في خط ستة فاضيين، التغطية العكسية مثلا كرة مرفوعة من اليمين تشوف التغطية العكسية في الجهة الأخرى، اللاعبين يعني إيش أقصد ألف باء؟ اللاعبين يطالعوا في الكرة، يشاهدوا الكرة ويتركوا اللاعب. طيب أنت بتشوف الكرة، اللاعب يتحرك من أمامك أو من خلفك حيسجل، هذه ألف باء كرة قدم، المدافع يجب أن يشاهد الكرة واللاعب. هذه مشكلة كبيرة وعانينا منها في المنتخب، وأعتقد بالوضع هذا بعقلية اللاعبين المدافعين حنعاني منها في المستقبل. حنروح للفاصل وبعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في الطرح. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية، كابتن نايف العنزي وكابتن حاتم خيمي هم ضيفا حلقة الليلة. نواصل تغطيتنا لكلاسيكو النصر والأهلي ونشوف الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر إيش قال لبرنامج رغم الخسارة أن النصر متصدر، لكن الكل يقول أن النصر واللاعبين دخلوا بدون تركيز هذه المباراة، يتقدم اثنين والأهلي يعود للمباراة. شوف لما الحكم يطلعك برا جو المباراة كلها أكيد تفقد التركيز. وأنا أقول لك كيف تجيب حكم سويسري نفس جنسية المدرب؟ إحنا المشكلة يفاجئونك قبل المباراة بيوم. كيف؟ أبغى أفهم كيف الآلية اللي يجيبوا فيها الحكم؟ طب إذا جاء سويسري الحكم عشان مدرب الأهلي؟ خله يجي أرجواني وخل شوف الجهة الأخرى بتتكلم. هم ساكتين النصر والمستفيد بالتحكيم والمستفيد بالتحكيم. شفنا من المستفيد بالتحكيم الحين. طيب المباريات القادمة النصر لازم متصدر بس مبارياته أصعب من الأهلي. ما عندنا مشكلة حين. بالعكس أنا أحب الصعب. الأهلي ما خسر وهو المرشح الأكبر الكل يقول ما يخسر ولا مباراة واخذ الدوري، ما هي مشكلة في الأخير اللي يأخذ الدوري هو المهم. طيب ما بلغوكم الاتحاد السعودي من الحكم سويسري يا محمد؟ ما بلغونك اللي قبلها بيوم. انتم اللي طالبين حكام. طيب طالبين حكام بس اوكي، اذا بختار انا ابغى من الدوري الانجليزي الدوري الاسباني ابغى حكام جيدين، مو بحكم زي كذا. ايش اللي اثر قرارات الحكم مباراة اليوم؟ ايش اللي مؤثر؟ والله الظاهر الجواز، ما ادري جواز الحكم. هذا حديث رئيس نادي النصر، نشوف الأمير فهد بن خالد.
سمو الأمير فهد بن خالد رئيس نادي الأهلي، في البداية مبروك، فوز صعب لكن تجلت شخصية البطل اليوم في أرض الملعب. 2-0 للنصر وعلى أرضه ومتصدر، صعب المباراة، كيف رجع الأهلي؟ إيش سر الخلطة؟ لا هي ما هي خلطة، يعني هذا الأهلي من بداية الموسم يعني والله الحمد في عزيمة، في إصرار، في رغبة أنه ينافس بشكل قوي على الدوري. عندما تكسب المتصدر ذهابا وإياب فهذا معناته أنك فعلا آتي للمنافسة على الدوري، وما يعني فهذا اللي حدث بالضبط. يعني في إحساس بالمسؤولية، كان في إصرار من الجميع على تحقيقها 3 نقاط وأمام فريق كبير زي النصر، فأكيد أنها كان لها يعني من أهم 3 نقاط في الدوري عموما. جميل، كل وسط رياضي، النقاد، محللين، حتى جماهير الأهلي، جماهير النصر، قال اللي يفوز من هذه المباراة هو بطل الدوري. لا مو صحيح أبدا. لو استمر الوضع على ما هو عليه، فاز النصر في 6 مباريات المتبقية وإحنا فزنا 6 مباريات المتبقية، فالنصر هو بطل الدوري. يعني موثق في الفريق؟ لا، أنا أقول لك لو فزت كل 6 مباريات أنت لازم يتعثر النصر، لكن إذا فاز النصر 6 مباريات وإحنا فزنا 6 مباريات فكل فرق نقطتين للنصر. جدول الدوري يخدم الأهلي، يعني مبارياته أسهل من النصر القادم. لا أنت ما تقول يخدم الأهلي، بالعكس أنا مريت في المنعطف أصعب، أنك تقابل المنافسين 3 المتصدر والوصية والثالث والرابع في فترة سابقة أصعب أتوقع من أنك يعني النصر لعب الآن كم جولة في الدور الثاني اللي بدأ يقابل الفرق المنافسة، فعموما قابلها في أول الدوري، قابلها في آخر الدوري، أنت حتقابلها إذا كنت هو البطولة لابد أنك تتجاوز المراحل كلها. الأمير فيصل بن تركي كان الاحتجاج أنه الحكم سويسري ومدرب الأهلي سويسري وسبب يعني هذا أحد أهم أسباب خسارة النصر، إيش تعليقك؟ أنا ممكن أتفق أقول لك مع الأمير فيصل، يعني أنه الأفضل كان أنه تأتي بحكم يكون غير الجنسية أي من المدربين، يعني وكان لنا إحنا اعتراض عليه الموسم الماضي أظن أو اللي قبله على نفس الموضوع كان تقريبا، فإحنا في الأخير اللي أقوله أنه مو إحنا اللي اخترنا ولا أنه يعني فيه لا من قريب ولا من بعيد، هذا شيء الآخر. هدف النصر الثاني اليوم من أوفسايد، يعني أوفسايد واضح، فكان ممكن أيضا الحكم يتسبب في خسارة الأهلي للنتيجة. الخطأ كان يعني إذا كانت في أخطاء أنا لا يمكن أتحدث اليوم، قلت لك اللي أنا الحالة اللي متأكد منها هدف النصر الثاني أوفسايد. سمو الأمير القادم من الأيام تحس أنه ممكن يتعثر النصر؟ والله شوف أنا ما راح أنظر للنصر، النصر فريق كبير مرشح للدوري، أنا راح أنظر للفريق أنه نستمر ونحصد نقاط مباريات متبقية لنا، وهذا الأهم من أني أنظر للنصر تعثر أو ما تعثر. خياراتكم في اللاعبين الأجانب تدرس سمو الأمير، عمر السومة كان عليه كلام، كانوا يقولون الدوري الكويتي الآن يثبت أنه أفضل أجنبي في الملاعب السعودية، إيش تقول لعمر السومة أنت رئيس النادي؟ أنا أقول له لله ثم المجموعة الكاملة ما كان عمر السومة طلع بهالشكل، فالفضل يرجع للمجموعة كمجموعة عمل متكاملة. يعني عمر هداف لقى من يساعده على الوصول للمرمى، فبالعكس يعني هم في الأخير عند 3 نقاط للأهلي ليست لعمر أو الفهد أو التيسير، هي للجميع. عمر عنصر من ضمن 25 عنصر في النادي الأهلي و27 عنصر في حاجتهم الآن كلهم، وما في شك ان انا كثير مبسوط انه عمر يكون بهالمستوى. يعني في فتره غيابك للظروف الصعبه وعدوك اللاعبين، ايش قصه القصه هذه؟ اعطوك كلمه رجال؟ لا والله ما هو يعني ان شاء الله كلمه رجال ماخذينها من بدايه الموسم انه يكون لهم كلمه، والحمد لله ما زالوا يوفون فيها، وباذن واحد احد ان شاء الله نهايه الموسم كلنا حديث اخر. توفيق لك سمو الامير، شكرا والله. وصلنا للختام كابتن حاتم، شكرا جزيلا لك، شكرا لوجودك معنا، نشوفك في حلقة قادمة إن شاء الله. الشكر لله ثم لك والكابتن ولكل المشاهدين. بس نقطة أخيرة بغض النظر عن إيش صار في سير المباراة، بس حقيقة يعني برضو يعني خطأ كبير جدا تجيب حكم بجنسية سويسري أو حتجيب أرجواني مثلا، أخرج من الجو هذا كله. يعني كنت تقدر، يعني ما أدري ليش الناس للأسف اللي جابوا أو اللي تصرفوا هذه التصرفات ما يفكروا في هذه الأشياء. جيب مدرب حكم مليان الحكام في العالم، جيب حكم من غير جنسية المدربين وريح نفسك. يعني نلتقي على خير إن شاء الله. شكرا لك يا كابتن، شكرا جزيلا كابتن نايف، شكرا جزيلا. شكرا لك.
شكرا لكم. ان شاء الله نكون وفقنا في تقديم حلقه وتغطيه كامله للكلاسيكو بكل الجوانب الفنيه والتحكيميه وايضا حتى على مستوى اللاعبين بشكل فردي للفائز وللخاسر. موعدنا غدا 11:30 في امان الله.